صباح الخير عليكم خوتي واخواتاتي، صبحتو مزيانين لاباس عليكم بخيرين هانين كدايرين مع الصحيحه؟ اش اخباركم؟ مسكت عاوده. ايوا المهم اخوتي، اليوم الثلاث وهذا فيديو جديد من المكافحه في الباديه، غترجع لهم بحالاتها. ديروا جيم كومونتير زوين، الله يسهل عليكم. ديروا تفعيل الجرس، هانتوما مكافحه في الباديه، جمعات شويه البصله شويه جلبانه زبيده الربيع اللبان الحليب، ها هو السكن ديالها، الحويجات ديالي انا جمعتهم واخا عاد تقل شويه. الحمد لله مع الديمين ندير داكشي ثقيل، ولكن انا غنتعافر معاه باش نوصلو كاع الناس تبارك الله. يعني ما خلى حتى وحده ما خلاتش وما عطاتني، الله يعطيهم الخير ويجيهم من الخير ان شاء الله، ويسهل عليكم نتوما خوتي وخواتاتي. ايوا بقاو مع مكافحه في الباديات، تشوفوها تشوفي غتجي، وهذا الشيء اللي كاين. مهم بقاو معايا حتى نوصل على خير وبخير وطريق السلامه. ايوا غنودع با ثاني اليوم، وثاني غتجيني القضيه قاصحه اللي عنده الوالدين، راه غادي يفهم هذا الشيء صراحه. واي واحد راه عنده الوالدين حتى حد ما قاعد بلاش، ايوا هذا الشيء اللي كاين اخوتي. واو الوالد غنقول ليه تا هو بالسلامه، وصراحه داكشي كيكون صعيب، ولكن ما عاد الواحد ما يدير، ما عندناش البديل هذا الشيء اللي كاين. عوضك بالسلام عليك، الله يعاونك. انا غادي نمشي، غنمشي لهي عاد عمي لهي عاد غيزلان. لا لا غنمشي للدار بيضاء، نمشي ونجي نرجع عندك في الفطار تاني ان شاء الله. رجع عندك في الفطار ان شاء الله. ما كيسمعش مزيان، خصني نبقى نهضر بالجهد. اش غنقول لكم؟ وانا علاش كندوي لك عليا انا؟ ما كيسمعشنيش مزيان داكشي، علاش ما خصو يبقى يسولك فين غتمشي وفين غادي؟ واش قال لي واش هذا الثلاث عند امال فين كنمشي للسوق؟ هيا توري غتبقى حداك هنايا، راه هي غترد لك البال. يلا الله يعاونك. كانت يلا استوعب عاد غيزلان، يلا قال لي غتشعل غيزلان وهذيك الطبقه لهي. يعني ما عرفت كنمشي للسوق وكندير داكشي، سولني قال لي زعما واش غتشعل ديك الكلاب، قلت ليه لا راني غنمشي لهي. ايوا اخوتي وخواتاتي، حتى واحد ما كره صراحه مزيان بنادم، مره هكا ومره هكا. وهادشي اللي كاين، تبعوا اختكم مكافحه في الباديه، وتفرجوا في الفيديو، وديروا جيم، ديروا كومونتير زوين، ديروا تفعيل جرس الفيديو اذا عندكم جلال، الله يسهل لكم يا سيدي يا ربي. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي. المهم خوتي وخواتاتي، انا شديت طريز غدا بحالي تيهانتوما الحويجات ديالي زديتهم، ابغي نشوف بيضات انا اللي تهرس. لا لا شاوبري واش كندير لك انا؟ لا اسمع شاوبري وصافي، حيت راني بيضات غدتي فين دايرها؟ من الوسط غدتي راني دايرها في الكوكوط ودايرها في الكوكوط. صافي يلا صافي سير خدمي، صافي دايرها في الكوكوط صافي. ايوا المهم خوتي وخواتاتي، حنا ودعنا الدوار، اوبا مسكين بقى فيا، بقى يقول لي غاتشي الثلاث وتجي. ايوا ما كرهناش هادشي اللي كاين، وهي عندي بقى فيا. قلت لها قلت لها تولي غتبقى هنا ترد لك بال، قال لي والله يعاونها الله يعاونك. ايوا ها انتوما، ها هي المكافحه في الباديه، جا مع الحوكجات وغادا راجعه بحالاتها. ايوا بقاو مع المكافحه في الباديه، تشوفوا ان شاء الله ندور دويره في السوق، تا هو نوريكم السوق تبارك الله. صاب بعدنا شتا انتوما كما كتشوفوا الغيس في الغيس في الارض. بعدين الغيزه تخسر الحوايج. بنتي اسقتي اليوم الغيس، واخا نتغيس وما كاين، بس حنا مع الباركين بخير سيدي ربي، وباركين بالغيس وباركين، واخا نتغيسوا ما نقولوش احلى ما داز علينا. الباركي تيخرج اليوم. راه غدا مزروب. ايوا المهم الخوت، ها انتوما اليوم رانا غادا، ونتمنى نوصل على خير وبخير. الله اللي مطالع فيا. انتوما هذا وسطي بالنور، حنا خرجنا الكار دابا خرج من المحطه. ايوا حنا ان شاء الله غاديين يدينا بالصحه والسلامه اليوم، السوق عامر تبارك الله، والشتا والغيس. بغيت نصور لكم، دخلت درت فيه دويره تقديت شي حويجات، ولكن ما قدرتش كيفاش نصور مع الغيس والزحام وداكشي. هانتوما ايوا خرجنا من سيدي بانور، وشدينا الطريق ان شاء الله، نوصلوا على خير وبخير، والله يسهل عليكم ويحفظكم خوتي وخواتاتي. ما تنساوش اختكم مكافحه في الباديه، ديروا جيم كومونتير زوين، ديروا مشاركه للفيديو، الله ييسر لكم ان شاء الله. ايوا مره نصور معكم شويه باش نكمل الفيديو ديالي. وهذا هو سيدي بنور تبارك الله، اكبر سوق يعني سوق عالمي زعما في المغرب. ايوا
المهم احنا وصلنا على خير وبخير. هانتوما كتشوفوا جايبين خلاو مالات جبنا القصبه تاعو نصاوبو نديرو فيه في الفريزر ولا بغلوه العيد راه بيضات. ايوا هانتوما شنو تشوفوا هذا راه حليب تاع هو ها هو ثانيه هذه تبدا اش نقول لكم راه حنا مع الشتا والحاله والرويله اش نقول لكم راه خلنا تاع ها قال لي شوف الغايبه الجايب وجايب تفاح عامره تفاح وبنين ايوا انا مسكينه دوكا بحال الباديه ها كل واحد مسكينه شكون عطيني حاجه السمن كحل السمن هذا هو هذاك السمن الاحمر هذا داك دواء شاده داك الشيء تيرا مشاداكش لا لا سيري شدي روبانا شوف كوكو جبتها معايا مسكينه حالتها ايوا خلاها سرقتي خلاها تاكل كاع زومي لي مع البيض انتي عامره بيض عامره فرشه 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 جي المشاي الخضر فيهم البيض على راسكم انتم شحال تبارك الله الحليب ايوا تبارك الله جيو اللي بغا شي حاجه يجي الله يخلف على الناس والله يخلف على على الجواد وعلى الحباب وعلى الصحاب وكاين شي وحده وما عطاتني مسكينه شي حاجه الله يخلف فيها والله سكريه احنا جينا البصله تاعي ها هي زيد تاع بصله زيد درت حيتي من داك الورد فرتكه 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 عندك صحابات بدا تدور معاك والله تبارك الله انا مزيانه مع الناس انا ما كاينش اللي خاسر ليا شوف تبارك الله هادشي راه يديك رمضان يفوتك رمضان تبارك الله ان شاء الله داكشي اللي بغينا حنا احنا ناس حباب الله وناس جواد الله فلفل هادشي اللي كاين صافي الحمد لله الخير كامل راه خايب الخمير خلوهم مالين خلي الطحين لك تجي ماشي الطحين عويشه عويشه راه جا فين فين هاك انا غرا باش تورك نصايب نصايب ليه هذيك ما مزيان من الشيء اللي طحنوا كل مسكينه واش عطاتني انت يا الطحين هذا ما عرفت كي غايكفيه بيا الحال معك مع الارض مع الشتا تبارك الله خايط من الجبال سرحي جبال وحطي في الجبال بشبال راه خايط من السما الشتا عرفتي علاش نقول لك داك الكار جاي والشتا 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 تبارك الله تبارك الله يا توا الزبده والسمانه تبارك الله راه الجبال راه غتعطي ما انت جبانة غتعطي خلوهم انا شوف فرتكم احنا غنفرتكوها دابا هي الجبان كلشي غنصايبو يلا حيد هذيك اوالو صافي شركي يعني نجيب القباني خواف القفة ديريك خواف القفة الداخل لا عاد فوق احنا غنفركوها زينة هذه ديك الجبنة الحلوة الزينة دايرك معاها مسكينة البصلة انت شوف تبارك الله البصلة تاع هذا العام قديش وباقا غتكبر واقيلا اه راه خليت انا دوك هادو يقلعوا فيها حيت كنت بقى صغيرة هاد قالعينها الناس اللي تبكر قاعدهم بحال هكا لا لا ما كبيرة تجيبها هذه مازال كبيرة ايوا المهم قاد هاد الحويجات ديالي ان شاء الله وبسلام عليكم والله يعاونكم ونقاد حوجاتي ونصاوب راسي ورمضان بارك مسعود علينا والله يرزقكم الخير ورا شهر الغفران وبسلام عليكم والله يعاونكم يلا بسلام عليكم